حنا يوسف. متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من خدمات تلفزيون اليوم السابع. النهارده متواجدين داخل مدينه بني سويف وفي منزل السيده سهير اللي تم اختيارها من ضمن الامهات المثاليات على مستوى الجمهوريه من ذوي الاحتياجات الخاصه. هنتعرف على قصه كفاحها وقصه نجاحها وازاي تم اختيارها كأم مثاليه على مستوى الجمهوريه. في البدايه ألف مبروك، ويا ريت تعرفينا في البداية عن اسم حضرتك وأولادك. اتفضلي. اسمي سهير بنيامين حنا يوسف، كنت بشتغل مراجعة حسابات في التعاون الزراعي في هنسيا. معايا بنتي الكبيرة دكتورة بشري ميري مالك إيليا، في استراليا متجوزة قاعدة في استراليا. معايا أخصائي علاج طبيعي الدكتورة دينا مالك برضو قاعدة معايا هنا، جوزها رائد جورج سمير رائد شرطة. معايا الدكتورة كريستينا مالك جوزها الدكتور بشوي أكمل مدرس مساعد، هي كريستينا في كلية علوم بني سويف. طيب احكي لنا على يعني قصة كفاحك مع الأولاد من البداية. من البداية أنا اتجوزت سنة 80، خلفت ميري 84، وبعدين بعديها بثلاث سنين دينا، وبعدين ثلاث سنين ربنا عطاني كريستين. ابتدوا يروحوا المدارس، بقى بقيت اخدهم واوديهم واجيب واديهم المدارس واجيبهم. تمام. واقعد اذاكر لهم، كنت احيانا بقعد جنبيهم في اليوم بسبع ساعات. ومش مقصره لا في شغلي ولا في بيتي ولا في اي حاجه، كل حاجه معموله في البيت وفي الشغل وفي في كل مكان. بس واقعد معاهم في الدرس جنبيهم، احط كرسي جنبيهم، المدرس يعني يحط لي كرسي جنبيهم، اقعد اسمع الدرس بيشرح ازاي واجي اشرحه لهم تاني. ربما يكون كلمه عدت منهم كده ولا كده. في اكيد صعوبات قابلتك في مسيره، يعني مسيره كفاحك ومسيره تربيتك ليهم. طبعا كان في تحديات. طبعا يا ريت تكلمينا اكتر شويه. كتير يعني بتحدى بينا الناس. البنت الكبيره كانت بتطلع الاولى كل سنه على الاداره وتطلع الثانيه على المحافظه هنا. كانت البلد كلها بتتحداني علشان اطلع عيالهم هم الاوائل، انا بقوه ربنا كده وقف معايا، وكانت كل سنه تطلع الاولى. درجه جت في الثانويه العامه وجاها عملت حادثه، ضربها موتوسيكل كسر رجلها الشمال ثلاث كسور مضاعفه. بقت تقول لي يا ماما خلاص انا اتحطمت، قلت لها لا ربنا مش هيسيبك، هتنجح ان شاء الله وتطلع الاول. كنت اخدها الدروس واحيانا المدرسين جم يدوا في البيت، واحيانا الناس رفضت، كان يجي بقى يجي يديها الدرس في البيت كنت كده كنت اشيلها. وقالت لي يا ماما انا اتحطمت، قلت لها لا ما اتحطمتيش، ربنا هيقف معاك ان شاء الله. السنه دي جابت 99.9%. بسم الله ما شاء الله. ثانيه ثانوي جابت 99.9% وطلعت الاولى على البلد كلها، والثانيه على المحافظه، والثانيه على الاداره. طيب احكي لنا، الولاد قالوا لك ان هم هيقدموا لك في مسابقه الام المثاليه؟ لا ده من ورايا بقى، هي اتصلت بيهم ميري بعدين كده انا عرفت بقى كل الحكايه. اتصلت ميري اخت امنا في استراليا قالت لهم احنا عايزين نقدم لماما الام المثاليه، عشان انا مش عايزه اعرف اتواصل من استراليا بهنا اقدم ازاي. فراحت الدكتوره دينا والدكتوره كريستينا قدموا لي. قدموا من غير انت ما تعرفيها؟ احنا قدمنا على المسابقه العاديه اللي هي بتحصل في كل محافظه، في كل محافظه. والاداره هنا لقت ان هي تستوفي كل الشروط، هم رشحوها ان هي تكون على مستوى الجمهوريه. عملتي ايه لما عرفتي بقى الاول ان هم قدموا، قبل ما تعرفي اذا كنت انت تم اختيارك ولا لا؟ لا فرحت طبعا. يا ماما كانت واخداها قبل كده؟ انا كنت واخداها من 10 سنين ام المثاليه وانا في هناسيا، في مركز كانت قدمت ليا زميله اسمها زينب. كانت بتشتغل في الشؤون وشايفانا رايحه جايه بالولاد وكده، لان الشؤون كانت قدامها من نفسها. فهي راحت مقدمالي وراحت قالت لي انت الام المثاليه. بصيت لقيت المحافظ عامل حفله وكرمنا بقى ساعتها. طيب لما عرفتي رئيس مجلس المدينه، لما عرفتي دلوقتي ان تم اختيارك من الامهات المثاليات على مستوى الجمهوريه، فرحت طبعا. شعورك كان ايه؟ كنت فرحانة جدا جدا طبعا، وفرحانة ان اولادي يقدروني. اكتر من كده يعني صراحة، ده اكبر تكريم ان انا رحت كمان اليوم العالمي للمرأة المصرية. وشرفت بحضرة السيدة انتصار السيسي.
كان يوم حلو بالسيدة وكان في الوزيرة. مبارك كتير طيب زي ما انت هي لما اتصلوا بيكي وقالوا لك ان انت هما هيكرموكي من اتصلوا بيا انا، عشان كانت هي سايبة رقم. يعني لما حضرتك بنت حضرتك كنا مش بلغتك ان انت مصدقين بصراحة، هيتم تكريمك من قبل السيدة انتصار السيسي، كنا مش مصدقين يعني انت كان رد فعلك ايه؟ طبعا فرحت طبعا باليوم دون جدا مش مصدقة وفرحت. أصلا. تقولي أنت هزاري ولا ماما جت حضرتك بجد؟ حضرتك بنتها دكتورة، دينا. دكتورة دينا. دكتورة دينا كلميني أكتر بقى عن ماما، هي كده هي برضو مش عايزة تتكلم هي عن اللي ماما، عملته، يا ريت أنت تكلميني أكتر. ماما طول عمرها مسكانة كده ومجمعانا، أهم حاجة في بيتنا كانت اللي هي الترابط الأسري، أي احنا طلعنا على الترابط الأسري والمذاكرة المستقبل. يعني احنا بابا وماما من الصعيد، يعني بابا من أسيوط ماما من سوهاج أصلا، فالفكر اللي هو مسيطر في الصعيد فكر الولد، أنت جايب 3 بنات أنت معكش ولد، بس كان بابا بيرد عليهم يقول لهم أنا معايا 3 أبراج وهتحدق ودول هتبقى تشوفوهم هيبقى إيه يعني. وكانت ماما دايما مصرة على الحتة دي، أنا عايزاكوا أحسن حد، مستقبلكوا شهادتكم اهم حاجه. كانت عندنا حته التعليم يعني، كانت بتتعب معانا قوي يعني. كان كل واحد فينا مثلا بيذاكر في وقت ما ممكن شبه في ايام ما كانتش بتنام يعني، صحي دي هي كانت هي كل حاجه في البيت الاساس، كل حاجه بابا. لان بابا في فتره كده جاله ظروف مرضيه فبدات برضه سلسله تعب، فهي اللي كانت بتعمل كل حاجه يعني بره وجوه وكل حاجه، وكمان بتساعد بابا ولما جاتها برضه الجلطه هي كانت بتعمل كل حاجه يعني. مفيش حاجه اسمها انا عيانه، لا هي اصيبت سنه كام؟ 20/5/2005. 2005 يعني هي 17 سنه عندها جلطه يعني. كنت انتوا لسه في مراحل التعليم يعني برضه؟ كنت لسه في ثانيه ثانوي، وكريستين اختي دي برضو في نهايه اعدادي، وميري اختي في كليه الطب. ما استسلمتش يعني، وانس انها طلعت من المستشفى حطت رجليها وثبتت قدمها في الارض وقالت انا هدوس على نفسي وهكمل وكاني مش عيانه يعني. انا لو استسلمت للمرض انا عمري ما هقوم من السرير. كانت تعمل كل حاجه في الدنيا يعني، حتى الاعمال المنزليه اللي بتحتاج ايدين ما تعملها بايد واحده يعني، حتى المطبخ يعني مثلا تقطع بصل، تعمل محشي، نظافه، غسيل، نشير، كل حاجه بتعملها بايد واحده بس، لان الايد دي مش بتتحرك خالص يعني. فدست على كل تعب ولسه مكمله المسيره دي مع احفادنا يعني. ممكن مكنتش راضية ان انا اودي حضانة في البداية، كنت اروح الشغل اجي الاقيها مأكلة ابني ومشرباه ومغيره له، كنت انا حتى في الاول اقول ماما لا مش هتقدري، لا كنت يعني كنت حاطة في بالي ماما صعبة عليها. الدكتورة ميري ففوجئت ان هي بتعمل كل ده برضه يعني. الدكتورة ميري بنتي الكبيرة ابنها التاني تعب شوية في استراليا وعمل عملية، فبعتت لي سافرت لها قعدت معاها 6 شهور علشان اقعد بيه. طيب قدمتوا ازاي او مين صاحب الفكره؟ احنا كلنا كلكم يعني كان نفسنا نعمل لماما حاجه بصراحه، فقلنا نقدم لها دي اول سنه تقدموا هنا. لكن في هناسيا كنا احنا فتره قاعدين في مركز هناسيا فخدناها قبل كده على مستوى مركز هناسيا، بس كان على مستوى المحافظه كنت اول مره. كنتوا متوقعين ان يتم اختيارها من واللي ما كانوش اكتر حته المؤتمر بتاع المراه المصريه اللي هم تحضر وتختير يعني عن طريق الرئاسه والوزاره، يعني في حد ذاتها كانت مفاجاه ما كناش مصدقين اصلا يعني. لدرجه ان انا وانا بشوف المكالمه اللي هو افتكر حد بيهزر معايا يعني، فلا اتصلوا مره واتنين بعتت الدعوه فاتاكدنا يعني. المهم تكريم وشرف بصراحه وحلم، ومهما عملنا لها مش هنقدر نكون قد التكريم اللي هي خدته، مش هنقدم لها اكبر من كده يعني. واحنا فخورين بيها برضو. احنا بنشكر حضرتك على تواجدك معانا على تلفزيون اليوم السابع، متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان. كنا متواجدين في منزل السيده سهير الام المثاليه على من ذوي الاحتياجات الخاصه، كنت انا معكم هاني فتحي مراسل اليوم السابع.